لا لا ما فيك ما فيك، بدي بلغه قبل ما فيك. شرال سوري هي فاتت. لو للعيب والحياة كانت قلت حبلت. عن جد من مين؟ هراتش انتبه لحكيك، حبلت من صاحبك كذبه وتهربه مني. بتعرف شو؟ مش فايلة من هون قبل ما انت تحكي وقدامي وتعطيني اياه. شرال روقي. بعدين وينه؟ مش بالمكتب ولا سلوليره مسكر، في شي بو شي؟ انه يمكن ما بقى بده. ما بقى بده شو؟ ما بقى بده يشوفني؟ ما بقى بده يحكي معي؟ يمكن ما بعرف. لا بتعرف كتير منيح، ذكره لصاحبك تحت اجران مين كان راكع بالمكتب عم بترجيني تعطيه بوسه ويقول لي توشتيني شرال. انه يمكن توشتيه من كثره الحكي؟ سكوت سكوت، مين اخذ معه على بيته وعرفه على سته وسته قالت مش مثل الصوره؟ ما فهمت وقت الصوره. انه هلأ فهمتيها؟ لا بس عم بربط الاشياء، وقت النايت كان عم بيطلع فيه هو سكران ويقول لي مش مثل الصوره، فاي صوره وشو قصه هالصوره؟ اذا بدك اسالي. ليك هراتش، انا حبيته لسامي، مش هيك بتخلص القصه. انا بدبره.